السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير. صلوا سلموا على رسول الله. نقول لكم مرحبا بكم، دار داركم نورتوني، ان شاء الله راكم بخير. اليوم رايحين نعملوا وصفه سهله بنينه اكثر من رائعه، فيها ذوق مميز. بسم الله نبداو مع بعض في المقادير وطريقه التحضير. في مقله حطيتها تسخن على نار متوسطه، رايحه نحط فيها زوج مغارف كبار تاع الزيت. الطبق يجينا روعه. نحط هنايا ثلث فصوص تاع الثوم فقط، يعني يرفدوا لي غير شويه شويه هذيك النار. من بعد نحط لهم مباشره حبه تاع طوماطيش تاع الحب. ردوا بالكم تنحرق لكم الثوم في الزيت، مباشره نحطوا عليها الطوماطيش. هنا الطوماطيش نحيت لها القشره ونحيت لها الزريعه والماء هذاك، يعني نخلي غير هذاك اللب تاعها باش ما يجينيش قارص. هنا نزيد ربع مغرف صغيره تاع طوماطيش مصبره ونخلط. يعني الطوماطيش تاع الحب ماشي قلت لكم نخلو اللب، يعني غير القلب، يعني نخلو غير هذيك اللحمه اللي فيها، نحو الزريعه باش ما تجيناش قارصه، والماء هذاك والقشور، هكذا تكون عندنا يعني طوماطيش صافيه. حطيت ملح، فلفل كحل، شي تاع راس الحانوت، ونخليهم يتقلاو على نار متوسطه هكذا باش الطوماطيش تذوب ولاصوص هذه تجيني بنينه هكذا. نغطيها ونخليها على نار قليله مده 5 دقائق. بعد الخمس دقائق شوفوا كيفاش تجمرت، يعني هنا راني نقلي في الطوماطيش برك، يعني مانيش نطيب فيها، هنا راني نقلي. بعدها كي تقلات لي مليح نحط لها زوج ورقات تاع رند، اللي ما عندهاش معليش. نحط عليها زوج كيسان تاع ماء، هذا الاول وهذا الكاس الثاني هكذا. هنا نخليها تغلي، تغلي حوالي 10 دقائق وتكون معنا واجده، ونجوز نكملوا الطبق مع بعض. هنا بالنسبه لهذا الطبق نسحق فيه زوج كيسان تاع الرز. انا واش درت، خذيت كاس تاع رز، يعني كي كان مازال يابس عبرت كاس، حطيته يطيب في الماء والملح وشويه تاع كركم. اللي ما عندهاش الكركم هو اللي عطاني اللون الاصفر، معليش عادي ما ديروش ما يهمش. كي غلى وصفيتو صبتو زوج كيسان، عاود عبرته لكم، يعني زوج كيسان تاع رز مغلي. هنا كي غليتو طايب 100%، طايب عادي كيما تجو تاكلوه. خذيت كميه تاع دجاج، انا هذه شيتها هنا قيس 25000. عندي حبه تاع بيض، عندي ثلث فصوص تاع الثوم، زوج مغارف كبار تاع زيت، ملح. ردوا بالكم ديروه مالح، لاصوص فيه الملح، ولا كنتو غليتو الرز بالملح يعني ما تكثروش. عندي هنايا شويه تاع راس الحانوت، وعندي شويه تاع فلفل كحل، هذا اللي حنحطو فلفل كحل. ونزيد عليهم رشه تاع معدنوس، نقطع رقيق بهذه الطريقه نحطها هنا. هنا نجي نعجن مليح مليح بيدي، يعني ما تخلطوش بالمغرف، ماش راح يعطيكم نتيجه مليحه. خلطوا مليح الرز مع الدجاج ومع كامل يعني التوابل اللي حطيناهم، ضروري تخلطوا باليد حتى يولي الرز ما يبانش، وهذا هو السر في البنه. يعني من بعد كي تاكلوا هاد الكور تاع الدجاج اللي حين نديروهم يجوا كانهم دجاج، ما يبانش كامل الرز. شوفوا هذيك لاصوص طوماط بعد ما عقدت لي شويه، هنايا عادي راهي خفيفه، من بعد في الفرن راح تتجمر وتولي لي كميه قليله. عليها قلت لكم ما تكثروش الملح وما تكثروش الطوماطيش مصبره والطوماطيش تاع الحب، حتولي لي كميه قليله. هنايا حطيت شويه تاع ماء قدامي ونبدا نكور في هاد العقده ونحطها هكذا، يعني الطبق راح يجيني زاكي ويجيني كميه ما شاء الله. ما من رز صدقوني ما يبانش كامل في هاد الطبق.
برك هنا نقول لكم لي قسمت المقادير ودارت كمية تاع رز قليلة وكمية تاع دجاج قليلة، الحبة تاع البيض ثاني ضربها شوية تقسمها على اثنين، تحط النص فقط باش ما تجيهاش العقدة جارية بزاف. انا نكمل هكذا نشكلهم كامل كويرات. شوفوا شحال ساهل هذا الطبق، يوجد فيه وقفة هكذا. نعمر كامل البلا، اذا حبيتوا ديروه في مول فردي تقدروا حطوه في مول فردي. خلاص هنا كملت، اني شعل الفرن على 180 درجه، نحطو يطيب فقط من تحت الطبق، ما نعاودش نشعلو من الفوق، يعني غير دجاج ورز طايب ما فيه والو يتجمر. وتنقص لي هذه الكميات على صوص ونرجع لكم. هاوليك هنايا تشرب لي كامل هذيك الصلصه، وهو سخون نحط له شويه تاع جبن مبشور. اذا ما عندكمش تقدروا تجيرو ماشي جايه صلصه، تقدروا ديروا جبن الابيض. انا شوفوا غير بالسخانه تاع يعني هذا الطبق ذاب لي هذاك الفرماج، ما رجعتوش كامل للفرن. واذا كانت النوعيه تاعو ماشي مليحه الجبن اللي عندكم ويطول يعني باش يذوب، غطوه بورق الالومنيوم ورجعوه للفرن يذوب. انا هنا طبق التقديم حطيت لكم هكذا باش تشوفوا، سقيت لكم شويه منه. شوفوا هذوك لي بول، يعني الرز ما يجيش كامل يبان وتجي مشرب. هنا اللي قلت لكم يعني ما تكثروش الملح وما تكثروش الطوماطيش، باسكو من بعد هذه لاصوص تشرب وتحبط وتولي كميه قليله. شوفوا شحال يجينا شباب وبنين وساهل. وانا هنا نقول لكم وصفتنا لنهار اليوم هذه هي. حبيت نقول لكم يا ريتكم يعني ما تنساوليش الجام، اكيد الجام تامني. نقول لكم ربي يسعدكم يفرحكم يهنيكم، اشتراك تعليق اكيد. وهنا حبيت نعرفكم بالجروب الخاص بالقناه، هاد الجروب يعني فيه غير نساء. بزاف سقساوني قالوا لي اذا عندك جروب فيسبوك، نقول لكم انعم. الجروب هذا هو اسمه وصفات ام رشيد للطبخ والحلويات، جروب فيه غير نساء. يعني حطوا تطبيقاتكم خذوا راحتكم، الادمينات ما شاء الله عليهم عسل. قدم لهم التحيه من هذا الفيديو، ونقول لكم نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، انضموا للجروب. ونعاود ناكد لكم على الجام، حطوها للفيديو. الله يسعدكم ويهنيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.